مشاهدينا الكرام على القناة الوطنية الأولى، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا أهلا وسهلا بكم في ملعب المتلوي اللي يحتضن أحد أبرز لقاءات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية بين النجم الرياضي بالمتلوي وضيفه النادي الإفريقي. إذا مرحبا بكم في النقل المباشر لهذه المباراة، نقطتين فارق فقط يفصلوا يعني بين الفريقين، ولقاء لتأكيد الانطلاقة الطيبة هذا الموسم لزوز فرق. باش نمشي مباشرة لزميلي مهدي قاسم قبل ما نعطيكم التشكيلة عنده الجديد على حافة الميدان، تفضل يا مهدي. شكرا لك حافظ، أجواء رائعة هنا بملعب المتلوي، تكريم بعد شوية لعناصرنا الدولية اللي تألقوا في الألعاب الأولمبية الموازية في البرازيل، صور رائعة، تاريخي كبير بين الإفريقي ونجم المتلوي. ما طولش برشا، حفلة جديدة فما مداخيل جديدة إن شاء الله وتدعيم كبير لأرضية الميدان. وليد بن محمد أنا تخلص من نجم المتلوي، صورة رائعة تأتينا اليوم من ملعب المتلوي. لا هو في الحقيقة معناها مش أول مرة، هذه معناها ديما مثل هذه اللمسات اللي نعملوها في ملعب المتلوي. اليوم كما ريت كان احتفال معناها كبير، سيرتو ببطلاتنا الأولمبيات اللي شرفونا وشرفوا الرياضة التونسية في الألعاب البارالمبية اللي هي الرياضية روعة تليلي ومروة البرامي. كيف كيف حبينا أن إيفانمون أخرى اليوم، لأنه كما تشوف احنا ورانا اليوم زاد فما مرشحة قفصة ميس، اليوم حبينا الناس كلها مع بعضنا نفرحوا مع رياضتنا كلها. إن شاء الله الرياضة التونسية ديما متألقة في المحافل الدولية، وإن شاء الله بمزيد النجاح زاد للرياضة لرياضة كرة قدم اللي إن شاء الله نتأهلوا للمونديال 2018 في روسيا. حافلة جديدة لأول مرة تدخل يوم الملعب المتلوي، مكتوب عليه نجم المتلوي وصور رائعة فيها، وملعب زاد إن شاء الله مش حسن قضية ميدان وعمل فيكم. وصحيح مشكورة بالمناسبة نحد مقدمة وجزيل الشكر إلى شركة سعود قفصة على رأسها السيد رئيس مدير العام شركة سعود قفصة السيد رمضان السويد والسيد المدير العام المساعد السيد طيب يحيوي اللي ما فتقوا معناها ويقدموا مثل هذه الحاجات معناها مساعدة اليد المساعدة للجمعية. أمس كنا دشنا الحافلة بحضور سيد ولي قفصة سيد منظر العريبي، كيف كيف أمس معناها بشرى ننزفها لجماهير نجم متلوي اللي بالأمس معناها ترزت 650 ألف دينار لإعادة تعشيب الملعب وتهيئته. إن شاء الله نهار اثنين صباحا تخرج كرة الشروط، وباش يكون إن شاء الله في أجل شهرين يكون كل شيء حاضر إن شاء الله. يعطيك الصحة وليد، وقاعدين نتشاهد مش نستقبلوا توا عناصرنا الدولية كما تشاهد حافظ الآن. بطبيعة كل من مروة البراهمي وروعة ليلي مش يجيو بحذين الاثنين، يجيو بحذين عاد بعدك التألق والأرقام القياسية عمل يجريها سمحة برشا. بطبيعة روعة ليلي روعة، زوز ميداليات مش نشوفك لك أحد منهم اليوم. أي عندي زوز ميداليات ذهبية، واحدة في دفع الجلة والأخرى في رمي صحن، ومع تحقيق أرقام قياسية أنا فرحانة برشا كي شفت العبيد يعني متفاعلة معانا وفرحانة بالنتيجة اللي عملناها. إن شاء الله ندعو لهم الجمعيات، إن شاء الله الربح ربي معاه كل سواء للمتلوي ولا الكلوب، وإن شاء الله الفايز ربي معاه وربي يوفقهم إن شاء الله. أرقام قياسية الروعة وأرقام قياسية المروة الإبراهيمي زادة كيف كيف. حطني مروة نهبطوا على ركيبنا لأنكم نورتوا تونس وأقنعتوا وأبدعتوا تبارك الله عليكم، أرقام قياسية وجو كبير اليوم مع المشاهدين ومع المتفرجين هنا في المتلوي. أكيد أنا شرف لي اللي يعملوا هذا الكل، ونتمنى لهم النجاح والتوفيق، ونشكر نجم المتلوي وأنا جيت، وإن شاء الله يا ربي يوفقهم، ونقول لهم مبروك عليكم الكار نتاع النجم المتلوي، وراني فرحت لكم برشا وربي معاكم. يعطيك الصحة، أنت متلوي بنت تونس كاملة، راهو برافو للميز زادة اللي معانا، يعطيك الصحة. هذه الأجواء حافظ يستاهلوا أكثر من خير، لأنهم هذو من الرياضيين الصحاح بالحق اللي نور الرياضة التونسية. حبيت ربما يقول حافظ حاجة، قيس العقوبي كان صورة رائعة البارح في الليل من جمهور القوافل اللي استقبلوا في قفصة واحتفى به بامتياز وقالوا برافو قيس العقوبي، صور رائعة جدا، نتمنى تكون بعد لحظات على أرضية ميدان. الخط ليك حافظ وايضا بشير بن احمد، تفضلوا. شكرا لك مهدي، اذا يعطيك الصحه على كل هذه الاستجوابات ومزيد من التالق والنجاح لروعه ليلي وكذلك مروه البراهمي اللي شرفوا تونس كاحسن ما يكون في الالعاب البارالمبيه بالبرازيل. وبطبيعه بعد قليل باش تنطلق في النقل المباشر للمباراه كما قلت الهامه جدا في المجموعه الثانيه بين النجم الرياضي بالمتلوي والنادي الافريقي. تشكيله الفريقين قبل بطبيعه من نحكيه مع البشير بن احمد اللي باش يكون اليوم المحلل الفني معنا لهذه المباراه النادي الافريقي، وقبل ذلك دقيقه صمت قبل الانطلاق في النقل المباشر. إذن بعد دقيقة صمت نرجع
لتشكيلة الفريقين قبل انطلاق المباراة، ودقيقة صمت ترحما على رئيس نجم أولمبيك سيدي بوزيد عبد القادر العافي، تغمده الله بواسع رحمته ورزق أهله وذويه والعائلة الرياضية جميل الصبر والسلوان. فاروق بن مصطفى في حراسة المرمى بالنسبة للنادي الأفريقي، مختار بالخيثر، أسامة الحدادي، سيف تقا، بلال العيفة، نادر الغندري، مهدي الوذرفي، أحمد خليل، عبد القادر الوسلاتي، إبراهيم الشنيحي، وسيف الدين الجزيري على بنك الاحتياط. نلقاو كل من عاطف التخيلي كحارس مرمى احتياطي، ثم حمزة العقربي، علي العبدي، سامي المحايسي، وسام يحيى، جاك بيسون، وبسام السرارفي. بالنسبة لفريق النجم الرياضي بالمتلوي، مروان بريك حارس مرمى، عاطف المزني، أشرف السويغي، سيسوكو كيموكو، أحمد بن صالح، باسيرو بومبا، محمد جمعة خليج، هيثم المحمدي، فهمي المعواني، برهان الحكيمي، وتيري أرنست. البنك الاحتياط فيه كل من بلال السويسي كحارس مرمى احتياطي، ثم نلقاو كل من محمد الحكيم، فؤاد التيمومي، زياد البكوش، فؤاد الخرايفي، محمد علي بن حمودة، وأسامة البجاوي، قيس يعقوبي ومعاه لطفي الرويسي يقوده فنيا النادي الأفريقي، ومحمد الكوكي معاه زياد الجموعي يقوده فنيا النجم الرياضي بالمتلوي. كذلك نعطيكم الإطار التحكيمي لهذه المباراة. بالنسبة لمباراة اليوم، طاقم تحكيم يقوده هيثم جيرات كحكم ساحة، يساعده كل من خليل الحساني، الياس ابراهيم مساعد ثاني، يسري بوعلي حكم رابع، ومراقب المباراة السيد رضا بوغلية. ما زلنا ننتظر في إشارة الحكم هيثم جيرات لإعطاء إشارة الانطلاق. في الأثناء نحب نرحب باللاعب الدولي السابق لقواف القفصة والنادي الرياضي صفاقسي بشير بن أحمد معايا في التحليل الفني اليوم لهذه المباراة. بشير مرحبا بك. وبيك عايش خويا حافظ، مرحبا بمشاهدي قناة تونس واحد. اليوم بطبيعة باش نتابع مباراة هامة كما كنا نقولوا، خاصة وأنه فارق النقاط ماهوش يعني كبير بين الفريقين. صحيح خويا حافظ، اليوم حسب رايي المباراه باش تكون حماسيه لعدة اعتبارات. نادي الافريقي جا للمتلوي، لو تسمح بشير، انطلاق اللقاء في هذه الاونه مشاهدينا الكرام بين النجم الرياضي بالمتلوي والنادي الافريقي. قلنا النادي الافريقي جا للمتلوي بتسع نقاط، ثلاثه انتصارات متتاليه، فريق عنده لاعبين متميزين ينجموا يحدثوا الفرق في اي لحظه، مع مدرب كفء سي قيس اليعقوبي ونعتبره من احسن المدربين في تونس. نجم المتلوي بسبع نقاط، زوج انتصارات وتعادل، ثلاثه نقاط في الفريق هم اللي يخلوه معناتها فريق تحسب له الف حساب. النقطه الاولى اللي هي الاستمراريه في الاطار الفني وعلى راسهم محمد الكوكي، النقطة الثانية اللحمة الموجودة ما بين اللاعبين، والنقطة الثالثة اللي هي الجمهور، نعتبره من أحسن الجماهير في تونس واحترم الميثاق الرياضي يفرحوا بالضيف. بالفعل إذا يعني بالفعل من أحسن الميادين اللي زرناها يعني في البطولة الوطنية ميدان المتلوي، باعتبار يعني دائما الاستقبال يكون جيد جدا من جماهير النجم المتلوي، كذلك الروح الرياضية واحترام الميثاق الرياضي ان شاء الله يتجلى اليوم كذلك في هذه المباراة بين الفريقين. هذه مخالفة لصالح النادي الافريقي، مخالفة جانبية على يمين الحارس مروان بريك، اول فرصة في المباراة لصالح النادي الافريقي، كرة خطيرة جانبية، تنفيذ المخالفة والهدف الاول، الهدف الاول لصالح النادي الافريقي، قلت مخالفة خطيرة، اول فرصة، الدقيقة الثانية، افتتاح التسجيل هنا في ملعب المتلوي مشاهدينا الكرام، هدف مقابل صفر، و يعني بكرة ثابتة عن طريق إبراهيم الشنيحي، إذا يسجل الهدف الأول لصالح النادي الإفريقي. شوفوا التنفيذ المخالفة، وعبد القادر الوسلاتي هو صاحب المخالفة والهدف. إذا الدقيقة الثانية، عبد القادر الوسلاتي يفتتح النتيجة، والحارس مشى للكرة ولكنها غلطته بينه وبين القائم الأيمن، والكرة يكون مآلها الشباك. الهدف الأول لصالح النادي الأفريقي عن طريق عبد القادر الوسلاتي، هدف مقابل صفر منذ الدقيقة الثانية والفرصة الأولى في المباراة. إذا تتغير النتيجة وتتغير المعطيات
كيف سيتصرف. نعرف السيناريو هذا طيب جدا بالنسبة للنادي الإفريقي وإطاره الفني أنك تفتتح النتيجة منذ بداية المباراة، و سيناريو مش طيب بالكل بالنسبة للفريق المحلي النجم الرياضي بالمتلوي. ترجع الكرة لصالح النجم الرياضي بالمتلوي في وسط الميدان، إبراهيم الشناحي، ثم كرة طويلة ترجع من جديد بمخالفة. مخالفة في وسط الميدان. لصالح النجم الرياضي بالمتلوي أمامكم الحارس فاروق بن مصطفى وتنفيذ المخالفة أحمد بن صالح. يرفع الكرة تعود من أسامة الحدادي ثم باسيرو بومبا هيثم المحمدي، والمخالفة لصالح النادي الإفريقي. قلت إذن الكرة كانت مباغتة من عبد القادر الوسلتي يسجل بها الهدف الأول لصالح النادي الإفريقي. كرة كانت يعني تنفيذ دقيق، كرة بين الحارس والقائم الأيمن، غلطت أهل إعادة من جديد، غلطة الحارس مروان بريك. شوفوا الإعادة ما تمكنش باش ياخذ الكرة رغم أنه تبدو سهلة. معش بشير بن حمدي لجنبي المعطى الجديد وهدف لصالح النادي الإفريقي. صحيح هدف مباغت، الحارس مرمى ما كانش متمركز في مكانه، لكن ما زالت المباراة على بدايتها وإن شاء الله نشوفه معتها ان شاء الله نشوفوا مباراه قويه وباهيه ما بين زوز فرق. بالرغم معناتها تعرفوا اللي النجم المتلوي الموسم الفارط ربح، معناتها انتصر على ذهابا وايابا، ذهابا وايابا، ومباراه مازالت مفتوحه ومازال كل شيء وارد. تعود الكره بتماس لصالح النادي الافريقي، كره لابراهيم الشناحي لكن تقطع وترجع عند برهان الحكيمي، واحد من الانتدابات هذا الموسم بالنسبه للنجم الرياضي بالمتلوي اسامه الحدادي. اسامه الحدادي في الرواق الايسر يتقدم بالكره، اسامه الحدادي يوزع والكره ترجع من الدفاع الى التماس. نفس اللعب اسامه الحدادي يلعب مع نادر الغندري، ثم كره من مهدي الوذرفي تبقى دائما لصالح الافريقي، ويدخل باسيرو بومبا. ترجع الكره من جديد في وسط الميدان، ياخذها تيري ارنست، ثم التماس. دائما للنجم الرياضي بالمتلوي. يتنفذ التماس والكره من اللاعب احمد خليل، وترجع في هجوم تيري ارنست. لا ما يوزعش، حاب يعمل المراوغه وسيف تقى في المتابعه الدفاعيه. ترجع الكره من جديد من احمد خليل والهجوم لصالح النادي الافريقي. احمد خليل يحاول يتقدم بالكره، تعود لصالح النجم الرياضي بالمتلوي. محمد جمعه خليج قبل ما تخرج الى التماس، سيف تقاء نادر الغندري، ثم عبد القادر الوسلتي سحب الهدف الى حد الان منذ الدقيقه الثانيه لصالح النادي الافريقي. والكره من بلال العيفه طويله في دفاع النجم الرياضي بالمتلوي. اشرف الزويغي يخرج الكره الى التماس لصالح النادي الافريقي. تنفيذ التماس من مختار بالخيفة، ترجع له الكرة لعبد القادر الوسلتي. تماس ثاني في تنفيذه مختار بالخيفر،
داخل منطقة الجزاء، والكرة تعود من دفاع النجم الذهبي المتلوي. ثم في التغطية أحمد خليل، أحمد خليل يربح الكرة لصالحه ولصالح فريقه النادي الإفريقي. يمشي أسامة الحدادي لتنفيذ التماس. أسامة الحدادي يلعب مع مهدي الوذر في التمريرة، لكن ترجع الكرة. ثم تيري إرنست، ولكن المخالفة ضد مهاجم النجم الرياضي بالمتلوي. تيري إرنست المهاجم الإيفواري. ننتظر تنفيذ المخالفة. ثم بلال العيفة يلعب الكرة مع عبد القادر الوسلتي. عبد القادر الوسلتي لأحمد خليل، يوزع أحمد خليل، وثم الغندري على الجهة اليمنى. نادر الغندري، نادر الغندري، نادر الغندري معاه زوز مدافعين، والكرة تخرج ضربة مرمى. هذا أمامكم اللاعب نادر الغندري، أساسي في خط الوسط رفقة مهدي الوذر في أحمد خليل، قياسا بمردود اللعب في اللقاءات الأخيرة. يبقى أساسي نادر الغندري في تشكيلة قيس اليعقوبي. أربعة مدافعين بالنسبة لقيس اليعقوبي، مختار بالخيثر، أسامة الحدادي، سيف تقاو، بلال العيفة، ثم نادر الغندري كلعب ارتكاز محوري على يسار مهدي الوذرفي، وعلى او على اليمين مهدي الوذرفي، على اليسار احمد خليل، ثم عبد القادر الوسلتي وراء المهاجمين، ثم ابراهيم الشنيحي وسيف الدين الجزيري. هذه هي التركيبه بالنسبه لفريق باب جديد في هذه المباراه، بينما يلعب محمد الكوكي بطريقه عاطف المزني، يشرف السويغي، سيسوكو، كيموكو، احمد بن صالح في الدفاع، ثم يعني لاعبي الارتكاز بصير وبوم، ثم المحمدي، جمعه خليج يعني تحت المهاجم فهمي المعواني في الجهه اليمين على مستوى خط وسط النجم الرياضي بن متلوي. برهان الحكيمي خط الوسط الهجومي على الجهه اليسار، وتيري ارنست اون بوينت. هذه التركيبة بالنسبة لمحمد الكوكي، والكرة سهلة للحارس فاروق بن مصطفى. أدركنا العشر دقائق الأولى، دقيقة 11 بشير، أكيد دونت بعض الملاحظات بعد انطلاق المباراة وهدف منذ البداية لصالح النادي الإفريقي. صحيح كما قلنا أخويا حافظ، ما المباراة ما زالت متواصلة، زوز فرق يعتمدوا على نفس الرسم التكتيكي اللي هو 4-2-3-1، أربع لاعبين في الدفاع مع زوز ارتكاز وثلاثة متوسطين ميدان ومهاجم صريح. نادي الإفريقي توا قاعدين نشوفه معناتها اللي هو يعتمد على الكرات القصيرة واللعب على الأرق وتوزيعات باتجاه المهاجمين. النجم المتلوي مازال معناتها ما لقاش لي روبير نتاعو في التيران، مازال معناتها ما دخلش في المباراة. إن شاء الله بمرور الوقت معناتها يورينا اش عنده النجم المتلوي. حتى نتبعوا مباراة يعني ممتازة بين الفريقين، والكرة في دفاع النادي الإفريقي. سيف تقا إذن الكرة ستعود بالتماس لفريق النجم الرياضي بالمتلوي، تماس طويل. أمامكم إذن تنفيذ التماس، والكرة ترجع من الدفاع، ثم محمد جمعة خليج والهجوم، الفرصة لفريق النجم الرياضي بالمتلوي، لكن الكرة تخرج إلى الركنية، تخرج الكرة إلى الركنية. يمشي اللعب أشرف الزويغي، بصيرو بومبا كان هو آخر لاعب اللي لمس الكرة
لكنها لمست في مدافع النادي الافريقي. يعني العمليه كان يقودها باسيلو بومبا، وكما قلت اشرف الزويغي في تنفيذ الركنيه والراسيه تتعدى الكره الجانبيه، راسيه من السنغالي سيسيكو كيموكو. امامكم على الصوره ضربه مرمى لصالح النادي الافريقي. بعض الغيابات في التشكيلتين، زوز غيابات مهمه بالنسبه للنجم الرياضي بالمتلوي، خالد الغرسلاوي اللي اصيب في التمارين ويعود يوم الثلاثاء الى تمارين فريقه، كذلك غياب ايمن العياري اللي تلقى اصابه يعني خطيره على في مستوى الاربطه المتقاطعه، هو باش يغيب يعني اقل ما يمكن 4 أشهر عن الميدان، وهو كذلك اصيب في التمارين، وهذا يعطينا فكره عن حاله الميدان هنا في المتلوي، وبطبيعه الاصابات المتاليه لفريق النجم الذي بالمتلوي. القرار واضح وهو تغيير ارضيه الملعب هنا من الجيل الخامس في الاسابيع القادمه. هذا ربما يعني في الكواليس بعض الاخبار اللي جاتنا من فريق النجم الرياضي بالمتلوي، يعني تم رصد المبلغ تقريبا 650 الف دينار وطلب العروض غدوه ان شاء الله بالنسبه لهذا المشروع تغيير الملعب بالنسبه لملعب المتلوي، وربما في ظرف شهرين او اكثر شويه يكون الملعب جاهز ربما في الفتره القادمه من البطوله هنا في ملعب المتلوي. الكره ستعود بمخالفه لصالح النادي الافريقي، جانبيه قريبه من المخالفه اللي جابت الهدف الاول. مخالفه جانبيه ونفس اللاعب عبد القادر الوسلاتي في التنفيذ، نعرف يعني قوه هذا اللاعب على مستوى الكرات الثابته عبد القادر الوسلاتي في تنفيذ المخالفه في ربع ساعه منذ انطلاق المباراه. هدف مقابل صفر لصالح النادي الافريقي امام النجم الرياضي بالمتلوي، وعبد القادر الوسلاتي ينفذ المخالفه بنفس الشاكله، لكن الدفاع يتدخل هذه المره والكره تعود لصالح النجم الرياضي بالمتلوي. ترجع الكره مخالفه في دفاع النجم الرياضي بالمتلوي. عبد القادر الوسلاتي لاعب اكد انه عنده مواصفات متعدده، خاصه يعني رؤيه ثقبه يعني للميدان، قدره كبيره على التمهيد والتسديد، و لاعب نجح في خاصه في لقاء الاولمبي البيجي في هذه الخطه، وسجل اليوم هدف افتتاح النتيجه في ملعب المتلوي. عبد القادر الوسلاتي، التماس لصالح النجم المتلوي، ويمشي اللاعب سيسوكو كيموكو لتنفيذ التماس. قلت اذا حكيت على الغيابات بالنسبة للنجم الرياضي بالمتلوي، كذلك هناك 3 غيابات مهمة بالنسبة للنادي الافريقي. نتبعوا العملية، التماس من سيسوكو الراسية، ارنست تيري ارنست ترجع لكيموكو يوزع، والكرة تمشي مباشرة لزميله احمد بن صالح. احمد بن صالح يتمكن من التوسيع في دين الحارس فاروق بن مصطفى. اذا في غياب خالد الغرسلاوي، ايمن العياري بالنسبه للنجم المتلوي، كذلك غياب صابر خليفه وفخر الدين الجزيري، وكذلك عماد المنيوي، والهجوم لصالح النادي الافريقي. تخرج الكره الى الركنيه، صابر خليفه المصاب مع المنتخب الوطني قبل مباراه تونس وغينيا، راحه باسبوعين. فخر الدين الجزيري كذلك عنده اصابه تقريبا منذ شهر غايب، وابن النجم الرياضي بالمتلوي عماد المنيوي غايب لاسباب تاديبيه بعد حصوله على الانذار الثالث، ما يلعبش اليوم في هذه المباراه.
هنا امام جماهيره السابقه وفي ميدان يعرفه جيدا عماد المنيوي. هذا الحكم امامكم ينبه على احمد بن صالح وبلال العيفة، والكره ستعود من الركنيه عبد القادر الوسلاتي ويخرج الحارس مروان بريك. كره يرجعها الحارس مباشره عند اشرف السواغي، الان يلعب كره طويله في اتجاه تيري ارنست والتماس اشرف الزواغي من اللاعبين كذلك اللي عندهم الاضافه ويقدموا الاضافه لفريق النجم الرياضي بالمتلوي على الجهه اليسرى دفاعا وهجوما. اشرف الزواغي والكره من هيثم المحمدي ثم طويله من باسيرو بومبا المخالفه للنجم الرياضي بالمتلوي محمد جمعه خليش. هذه اعاده للمخالفه ننتظر التنفيذ. ثم اللاعب اشرف الزواغي وكذلك هيثم المحمدي اللاعب القادم. تتنفذ الساعه المخالفه وجانبيه بقليل راسيه باسيرو بومبا جانبيه بقليل لمرمى الحارس فاروق بن مصطفى. هذه الاعاده امامكم اشرف الزواغي ينفذ، شوفوا الراسيه الجانبيه تتعدى الكره من باسيرو بومبا اللاعب المالي وفرصه تعديل النتيجه تضيع على فريق النجم الرياضي بالمتلوي. اسامه الحدادي يلعب الكره مع سيف الدين الجزيري عبد القادر الوسلاتي وما يخلطش على الكره. اسامه الحدادي ابرز عمليه وابرز فرصه تضيع على النجم الرياضي بالمتلوي بعد مخالفه وراسيه باسيرو بومبا. الكره لصالح النادي الافريقي. اسامه الحدادي يلعب لعبد القادر الوسلاتي. عبد القادر الوسلاتي شوفوا العمل الكبير لهذا اللاعب لكن مقطعه منه ترجع في هجوم معاكس لكن الكره طويله ياخذها الدفاع بلال العيفة. بلال العيفة طويله واحمد بن صالح مباشره الى التماس يمشي للتنفيذ اللاعب الجزائري مختار بالخيثر. وعلى ذكر مختار لعب العلمة كيف كيف منصور بن عثمان لعب ستيف يتحصل على التأهيل القانوني. هذا اللعب اللي عادت إليه الروح بعد الوضعية الغامضة اللي كان يعيشها. يتواصل الهجوم للأفريقي وسيف الدين الجزيري لكن الكرة خرجت حسب رأية المساعد ضربة مرمى. قلت لاعب منصور بن عثمان تحصل على التأهيل القانوني وتحسن ملحوظ لهذا اللاعب في الفترة الأخيرة لكنه بقى خارج حسابات المدرب قيس اليعقوبي بسبب نقص الجاهزية البدنية. كرة في وسط الميدان يمشي لها عبد القادر الوسلاتي لكن فهمي المعواني يرجع الكرة لفريقه. ما زالت الكرة في مناطق الافريقي رأسية يرجعها بلال العيفة ثم باسيرو بومبا. فهمي المعويني والكرة عند عاطف المازني. عاطف المازني والكرة تخرج ضربة مرمى. امامكم عاطف المازني يصعد الظهير الايمن في الحالة الهجومية يساهم يعني مع زملائه. وبالطبيعة الكرة العصرية تعتمد أساسا على الأظهرة اللي عندهم
المهمة الدفاعية، وكذلك عندهم دور هجومي كبير. والكرة تجي لابراهيم الشناحي يلعب مع نادر الغندري. نادر الغندري ثم عبد القادر الوسلتي، مهدي الوذرفي. نادر الغندري يبدل الكرة لأسامة الحدادي. أسامة الحدادي يوزع ثم الشناحي. ابراهيم الشناحي يتمكن باش ياخذ الكرة. ابراهيم الشناحي يلعب مع مهدي الوذرفي، التوزيع والكرة تخرج إلى التماس لصالح الأفريقي. مهدي الوذرفي يخلي الكرة لأحمد لمختار بالخيثر، هو اللي باش ينفذ التماس لصالح النادي الأفريقي. مختار بالخيثر والكرة تتعدى المهدي الوذرفي، ثم الدفاع يدخل يبعد الكرة، يرجعها بلال العيفة لأحمد خليل. أحمد خليل ثم أسامة الحدادي. نادر الغندري يتفطن المدافع أحمد بن صالح لإبراهيم الشناحي، يرجع الكرة. تيري أرنست يلعب مع باسيلو بومبا، والحكم يصفر مخالفة لصالح النجم الرياضي بالمتلوي. 24 دقيقة بالضبط منذ انطلاق هذه المباراة، النادي الافريقي متقدم في النتيجة عن طريق مخالفة مباشرة نفذها عبد القادر الوسلاتي في الدقيقة الثانية. النجم الرياضي بالمتلوي كان بإمكانه تعديل النتيجة عن طريق باسيرو بومبا، لكن كورته مرت جانبية منذ قليل. التماس لصالح النادي الافريقي، ما زلنا ننتظر في مستوى احسن في هذه المباراة اعتبارا لقيمة الفريقين. النادي الافريقي بالعلامة الكاملة، 3 لقاءات و3 انتصارات، 9 نقاط. فريق سجل 9 اهداف وقبل 2 اهداف بالنسبة للنادي الافريقي، بينما النجم الرياضي بالمتلوي في المرتبة الثالثة، لانه 2 فرق في الطليعه في المجموعه الثانيه، النادي الافريقي والترجي ب9 نقاط، ونجم المتلوي ب7 نقاط من 2 انتصارات وتعادل. 4 اهداف مسجله وقبل 2 اهداف بالنسبه للنجم الرياضي بالمتلوي. يعني لقاء قلت يجمع فريقين عندهم من الامكانيات يخلونا نتفرجوا في مستوى أفضل من هذا المستوى اللي نشاهدوا فيه الآن في هذا اللقاء. نعرفوا لي يعني النجم الرياضي بالمتلوي تقريبا يعني عمل موقع في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم من موسم 2013-2014 موسم الصعود حتى الموسم هذا. نتابعوا العملية من تيري أرنست، ويدخل الدفاع والكرة مباشرة إلى التماس للنجم الرياضي بالمتلوي. قلت هذا الفريق اللي أكد جدارته بالانتماء إلى الرابطة المحترفة الأولى من موسم لآخر، والدليل على ذلك يعني الموسم الكبير اللي قدمه في الموسم الماضي وحصوله على المرتبة الرابعة، يعني ضمن الـ4 الكبار بين ظفرين النجم الرياضي بالمتلوي في الموسم الماضي. وبداية كذلك قوية ب2 انتصارات وتعادل إلى حد الآن، والتماس يتنفذ، كرة طويلة يأخذها الحارس فاروق بن مصطفى، ترجع الكرة من جديد لصالح المتلوي، والكرة الأخيرة من هيثم المحمدي خارج الميدان. وبشير بطبيعة الى حد الان شفنا هدف، ولكن المستوى بقى في حدود يعني المتوسط. صحيح، توا نشوفوا النادي الافريقي قاعد محافظ على الرسم التكتيكي اللي بدا به، قاعد يربح في الثنائيات الهوائيه والارضيه. نجم متلوي تو نخرج من انكماش الدفاعي وخلق عدد الفرص وهدد مرمى فاروق بالمصطفى. اذا الكره تعود الى وسط الميدان، ونادر الغندري لعبد القادر الوسلتي. عبد القادر الوسلتي معاه 2 لاعبين
يحاول يتخلص. لا، والمخالفة للنجم الرياضي بالمتلوي، المخالفة. جماهير غفيرة تحضر مباراة اليوم في ملعب المتلوي. عاطف المازني، عاطف المازني يتقدم بالكرة، عاطف المازني يوزع وإمكانية التهديف محمد جمعة خليج، والكرة ما زالت تلعب. المدافع سيف تقاع، ثم تعود من جديد لفهمي المعواني. تيري ارنست، فرصة جديدة لنجم المتلوي، وهذا تأكيد لكلام اللي كان يقول فيه البشير بن أحمد. يخرج فريق نجم المتلوي للهجوم، الفرصة الثانية على التوالي في محاولة لتعديل النتيجة، والكرة عند سيف الدين الجزيري ترجع من جديد لصالح المتلوي. سيف تقاع في المتابعة، نادر الغندري، ثم أسامة الحدادي يلعب مع أحمد خليل، والمعواني يفتك الكرة يربح مخالفة. مخالفة ضد أحمد خليل لفهمي المعواني، قريبة من وسط الميدان في توقيت 29 دقيقة بالضبط. وهذه إعادة أمامكم للآن، العملية الأخيرة. محمد جمعة خليج حب يغلط الحارس ولكنه تفطن فاروق بن مصطفى أمامكم، والمخالفة تتنفذ من سيسوكو كيموكو. خارج الميدان الكرة، ضربة مرمى لصالح النادي الافريقي. زوز فرق ما قاموش يعني بانتدابات عديدة على عكس بعض الفرق الأخرى، تقريبا في حدود 5-6 انتدابات هذا الموسم بالنسبة لنجم المتلوي. هيثم المحمدي، عزيز المساكني، محمد علي بن حمودة، خالد غرسلاوي، برهان الحكيمي، وفادي الفالحي، هذم اللاعبين الجدد. بينما النادي الافريقي فخر الدين الجزيري المصاب، علي العابدي موجود على بنك الاحتياط، منصور بن عثمان اللاعب ستيف الجزائري اللي تأهل مؤخرا ولكن مازال في حاجه الى تأهيل بدني، مختار بالخيثر الظهير الايمن، وجاك بيسون كذلك موجود على بنك الاحتياط، اللاعب البنيني. هذه فقط انتدابات النادي الافريقي اللي اكيد قاعد يفكر في انتدابات اخرى في الميركاتو الشتوي. عبد القادر الوسلاتي، كره تتعدى لكن ثم الدفاع مع فخر الدين الجزيري، او سيف الدين الجزيري عفوا، كنت نحكي على فخر الدين الجزيري اللي قلت المصاب. وهذا جانب من جماهير النجم الرياضي بالمتلوي، جماهير قلت غفيرة تحضر المباراة. والكرة طويلة من الحارس ياخذها أحمد خليل، ثم سيسوكو كيموكو، تبقى الكرة للأفريقي أسامة الحدادي. أسامة الحدادي يرجع بالكرة لسيف تقاع، سيف تقاع طويلة، والعطف المزني، والكرة في هجوم الآن للنجم الرياضي بالمتلوي. محمد جمعة خليج، فهمي المعواني، والهجوم يتواصل لصالح المتلوي. التسديدة الجانبية بقليل، كرة أخرى تضيع على النجم الرياضي بالمتلوي عن طريق فهمي المعواني، والكرة تمر جانبية بقليل على غرار الفرصة بتاع باسيرو بومبا، لكن كرة بومبا كانت رأسية، وهذه تسديدة. شوفوا فهمي المعواني ياخذ الكرة يتقدم، ورغم اللي كان معاه اللعب مهدي الوذر فيه لكنه تمكن من التسديد، والكرة جانبية. فرصة أخرى تقريبا الثالثة تضيع على النجم الرياضي بالمتلوي لتعديل النتيجة. يبقى إذن الأفريقي متقدم بهدف مقابل صفر بالخثر في تنفيذ التماس، والكرة تعود لتيري ارنست. المخالفة يصفرها حكم المباراة، هيثم جيرات.
أشرف الزواغي في تنفيذ المخالفة. يلعب الكرة عالية ترجع من نادر الغندري، يأخذها تيري إرنست. تيري إرنست يحاول يحافظ على الكرة، تجي عند فهمي المعواني. عاطف المازني، عاطف المازني، عاطف المازني سريع يوزع والكرة تخرج ضربة مرمى لصالح النادي الإفريقي. نسبيا النجم الرياضي بالمتلوي أفضل في هذه الفترة، وكما قلت ملي يقل عن ثلاثة فرص تهديف بعد ما افتتح النادي الإفريقي النتيجة. ضربة مرمى إذا ينفذها الحارس فاروق بن مصطفى، يرفع الكرة ترجع من باسيرو بومبا، وأسامة الحدادي يخلي الكرة تخرج للتماس لفريقه. النادي الإفريقي فاز في الجولة الأولى على النادي الرياضي لحمام لمف بأربعة مقابل واحد، ثم انتصار على مستقبل جابس 2-1، والفوز في الجولة الثالثة على الأولمبي البيجي بثلاثية. بينما النجم الرياضي بالمتلوي فوز هام خارج القواعد في الجولة الافتتاحية على مستقبل مرسى، هدف مقابل صفر، ثم انتصار هنا في المتلوي على نادي حمام لمف 2-1، والتعادل مع مستقبل جابس، تعادل إيجابي في الجولة الثالثة الماضية 1-1. والكرة اللي صالحه نجم المتلوي، التوسيعة ترجع لصالح المتلوي. ننتظر في عودة اللعب بتماس باش يتلعب طويل من سيسوكو كيموكو. أمامكم اللاعب السنغالي لتنفيذ هذا التماس في 35 دقيقة. تماس طويل تتعدى الكرة خطيرة وتسديدة يرشح الحارس برهان الحكيمي. أمامكم الإعادة، شوفوا الكرة، التسديدة والركنية للنجم الرياضي بالمتلوي. هذه فرصة أخرى تضيع. الركنية لصالح النجم الرياضي بالمتلوي تتنفذ والدفاع يتدخل. تصدي ممتاز لفاروق بن مصطفى أمام برهان الحكيمي، وضربة مرمى لصالح الإفريقي. كنت نتحدث عن الضغط اللي فرضه النجم الرياضي بالمتلوي في هذه الفترة، ومرة أخرى الإعادة، شوفوا التسديدة وفي المكان المناسب. فاروق بن مصطفى يخلي فريقه في المباراة ويمنع النجم الرياضي بالمتلوي من تسجيل هدف التعادل. تعود الكرة إلى التماس، هدف مقابل صفر لصالح النادي الإفريقي، هدف كان مباغت من عبد القادر الوسلاتي بعد مخالفة وخطأ من الحارس مروان بريك، فيه يعني سوء تقدير للكرة خليتها تغلطوا. تماس لصالح النادي الإفريقي، يتنفذ التماس، كرة عند أحمد خليل. أحمد خليل نادر الغندري، وتعود الكرة للنجم الرياضي بالمتلوي، لكن قبل ثم سيف دقاء يلعب الكرة المختار بالخيثر. مختار بالخيثر مهدي الوذر، مختار بالخيثر، ثم النادر الغندري لأحمد خليل. أحمد خليل تتعدى الكرة لأسامة الحديد. أسامة الحديد يتوسيع والكرة خارج الميدان، ضربة مرمى. أكيد بشير يعني النجم الرياضي بالمتلوي كان بإمكانه على الأقل تعديل النتيجة في هذه الفترة.
صحيح توا نجم متلوي قاعد يخلق في عدد الفرص ما تمش تجسيمها، تحس اللي معناتها التروازون بعد شويه لبعضهم، هذاك اللي خلى معناتها النجم المتلوي مازال ما لقاش معناتها كيما حكينا لي ريبير نتاعو. صحيح قاعد يخلق في فرص، ان شاء الله كيما قلنا معناتها بمرور الوقت تتحسن الاداء. زوز فرق توا منحصر معناتها منحصر اللاعب في وسط الميدان، والاعتمادهم على الظاهرين الايمن والايسر خاصه النادي الافريقي اللي قاعدين معناتها يخدموا بالكدا كيما على سواء اسامة الحدادي او مختار بالخيط. ومختار بالخيط اذا تعود الكره بمخالفه للنجم الذي بالمتلوي قبل تقريبا 7 دقائق او اقل لنهايه الفتره الاولى، وسيسوكو كيموكو في تنفيذ المخالفه لصالح النجم الرياضي بالمتلوي. كرة طويلة ترجع من بلال العيفة، باسيرو بومبا، ثم فهمي المعواني، لكن تفتك الكرة للهجوم المعاكس للنادي الافريقي. كرة من سيف الدين الجزيري والمخالفة والانذار ضد باسيرو بومبا، انذار للعب ارتكاز النجم الرياضي بالمتلوي، حب يعكس الهجوم سيف الدين الجزيري، والمخالفة المرتكبة من باسيرو بومبا. يبقى إذن اللاعب الإفريقي ملقى على أرضية الميدان. في غياب صبر خليفة وعدم جاهزية الجزائري منصور بن عثمان، سيف الجزيري هو المهاجم الأول للإفريقي في هذه المباراة. جزيري أمام بطبيعة اختبار حقيقي حتى يثبت يعني جدارته بمكان في تشكيلة قيس اليعقوبي قبل الميركاتو الشتوي. نعرفه لسيف الدين الجزيري سجل في الموسم الماضي 5 أهداف، ولكنه ما أحسنش التعامل مع الفترات اللي كان موجود فيها في التشكيلة. على كل اليوم أساسي سيف الدين الجزيري، بينما جاك بيسون المهاجم البنيني لم يحسن استثمار كل الفرص اللي أتيحت له وأتاح له الإطار الفني ليفتك مكان قار في التشكيلة الأساسية، خاصة مع الفرص العديدة أهدرها يعني هذا اللاعب في اللقاءات الودية، ونلقاوه اليوم على بنك احتياط النادي الافريقي. ترجع الكرة بضربة مرمى للنجم الرياضي بالمتلوي. كرة أشرف الزواغي والتماس للنجم الرياضي بالمتلوي. بطبيعة تبقى الاختيارات دائما من شأن يعني الإطار الفني، والتسديدة لا ماهوش هدف، ماهوش هدف. ثم راية من مساعد الحكم لوجود تسلل. هاي تشوفوا الإعادة والهدف ملغى، شوفوا الإعادة أمامكم، كرة عالية واللاعب كان متقدم على المدافع، لكن ما عندناش الصورة، ما عندناش الصورة باش نحكموا على العملية. هدف ملغى لوجود تسلل حسب راية مساعد الحكم. إذا تبقى نتيجة هدف مقابل صفر. التقدم للنادي الإفريقي والضغط للنجم الرياضي بالمتلوي. شوفوا برهان الحكيمي كذلك عمل كبير يقوم به هذا اللاعب. برهان الحكيمي على مستوى الخط الهجومي للنجم الرياضي بالمتلوي، انذار لسيف دقاء ومخالفه قريبه هذه المره. انذار لسيف دقاء والمخالفه لصالح النجم الرياضي بالمتلوي. قلت الهدف ملغى من حكم المباراه برايه من مساعده، والنجم الرياضي بالمتلوي يواصل ضغطه على دفاع النادي الافريقي. العديد من الفرص ضاعت في هذا الشوط الأول،
بينما يعني ما شاهدناش فرص حقيقية وجدية للنادي الافريقي باستثناء الهدف عن طريق كرة ثابتة من عبد القادر الوسلاتي. المخالفة ما زلنا ننتظر في تنفيذها. مخالفة مش بعيدة هذه المرة على مرمى الحارس فاروق بن مصطفى، ثم هيثم المحمدي أمام الكرة، وكذلك أشرف السواغي معروف بالتسديدات القوية بالرجل اليسرى، أشرف الزواغي الظهير الأيسر، وهيثم المحمدي عرفناه كذلك في القوافل الرياضية بقفصة. ننتظر التنفيذ، سنعرف من سينفذ هذه الكرة الثابتة. أشرف الزواغي بعيدة، أشرف الزواغي فوق المرمى، والكرة تعود لصالح الإفريقي. قلت الاختيارات حبيت نرجع هي شأن المدربين بالطبيعة، ولكن عندما نتابعوا اللاعبين يعني في وسط الأسبوع نجموا نعرفوا بعض الأشياء اللي تخلي المدرب يلعب هذا اللاعب ويخلي لاعب ثاني على بنك الاحتياط. وهذه إعادة مرة أخرى، شوفوا نتاع الهدف الملغى والتسلل، هذه هي العملية. اللاعب اللي خذ الكرة بالفعل هو اللي كان في موقع التسلل. كرة تعود في مناطق النشم الرياضي بالمتلوي. كنتوا تشاهدوا في الإعادة مرة أخرى للعملية اللي أتت بالهدف الملغى والمخالفة ينفذها سيسوكو كيموكو لنجم المتلوي. يرفع الكرة، ثم بلال عيفة، كرة أولى نادر الغندري ما يتمكنش من إبعاد الكرة، لكن تعود للإفريق. أحمد خليل، أحمد خليل لعبد القادر الوسلاتي، ويتواصل الهجوم للنادي الإفريقي. أسامة الحدادي، أسامة الحدادي، أسامة الحدادي، تتعدى لأحمد خليل، أحمد خليل، ثم مهدي الوذرفي لمختار بالخيثر. مهدي الوذرفي، مهدي الوذرفي يوزع والدفاع يتدخل، تبقى الكرة لصالح النادي الإفريقي. أحمد خليل، نادر الغندري بعد الكرة لأنه شاف زميله مختار بالخيثر يعني تلقى إصابة. إذا التماس للنجم الرياضي بالمتلوي، انتهاء ال 45 دقيقة، وننتظر الوقت المبدد. إذا الدقيقة الأولى في الوقت المبدد، والكرة تعود بتماس لصالح النادي الإفريقي. مختار بالخيثر ينفذ التماس، والكرة تخرج إلى تماس جديد من مهدي الوذرفي. وفي هذه الآونة بالضبط مشاهدينا الكرام على الوطنية الأولى، الحكم هيثم جيرات ينهي الشوط الأول من لقاء النجم الرياضي بالمتلوي والنادي الإفريقي، بتقدم النادي الإفريقي بهدف مقابل صفر منذ الدقيقة الثانية عن طريق كرة ثابتة لعبد القادر الوسلاتي. ونمشي مباشرة لزميلي مهدي قاسم على حافة الميدان، عنده استجواب ثم نعود. تفضل يا مهدي. شكرا لك حافظ سلهيد البياري، بتبيع قيدهم كرة قدم التونسية. شوط أول كيفاش كان سيدي؟ والله كان شوط أول قدمنا كنادي الإفريقي كفريق نقدم مقابلة طيبة، مستوى باهي، لعب كرة باهي، العائق الوحيد هو الملعب، وإن شاء الله النادي نتاعنا ووداتنا يكملوا في النسق هذا. ان شاء الله من حسن الى احسن، النادي نتاعنا قدم يتقدم بالقدا بالقدا بالنسبه للعام الفارط. يظهر لي النجم التلوي قدم اداء ممتاز الشوط الاول. كيف كيف النجم التلوي زاد جاته فرص، واحنا كيف كيف جاتنا فرص وقدمنا مقابله باهي، الاولاد واقفين كما يلزم، وان شاء الله نكملوا في الشوط الثاني، نكملوا على النمط هذا، وان شاء الله اللي يلعب خير يربح. محليك، شكرا لك سليدي. نمشي لفادي الفالحي، لاعب نجم طبعا، لاعب نجم متلوي. فادي، شوط اول النجم العب ضيع دي الفرص. والله صحيح خلقنا برشا فرص، كنا نجم نخرجوا بريزلتا خير من واحد بلاش، ما وتتناش يعني ما وتتناش الحظ،
مباراة كانت ممكن منحصرة في وسط الميدان، نادي الافريقي حتى البونتو كيف ريتوه تمركة اثر هفوة في الدفاع. ان شاء الله دزيام ميتون نحسنوا نجموا مركيو هدف تعادل، وعلاش لا نخرجوا بتروا بوان علاش لا. شكرا لك، فرجة كانت موجودة في الشوط الأول، في انتظار الشوط الثاني خذت لك حافظ تفضل. شكرا لك مهدي. إذا التفوق إلى حد الآن في الشوط الأول الإفريقي، ولكن الضغط كان لصالح نجم المتلوي. في كلمتين بشير بن حمد قبل ما نختموا يعني التعليق في هذا الشوط الأول، في كلمتين يعني كيفاش شفت الشوط الأول بشير؟ الشوط الأول شفت للنادي الإفريقي معناتها بحصوله على الهدف الأول في الدقائق الأولى، الشيء اللي خلاه معناتها الملابيه تحر وتهدد مرمى مروان بريك في عدد المرات. نجم المتلوي معناتها ما بدا ودخل في المباراه كان في نصف ساعه الاخير وخلق عدد الفرص، لكن ما تمش تسيمه وتحسن اداؤه في اخر الشوط الاول. شكرا اذا بشير بن احمد. مشاهدينا الكرام سنعود مع انطلاقه الشوط الثاني من هذه المباراه، الى اللقاء. مشاهدينا الكرام على القناة الوطنية الأولى، مرحبا بكم مجددا في ملعب المتلوي وأحد أبرز لقاءات الجولة الرابعة في المجموعة الثانية بين النجم الرياضي بالمتلوي والنادي الإفريقي. مرحبا بكم في الفترة الثانية من هذه المباراة بعد ما تركنا الشوط الأول بتقدم النادي الإفريقي بهدف مقابل صفر، هدف عبد القادر الوسلاتي من مخالفة مباشرة. إذا هدف مقابل صفر، ولكن النجم المتلوي قدم شوط أول في المستوى وأتيحت له العديد من الفرص، ولكنه ما تمكنش من تعديل النتيجة، خاصة التصدي والتألق متاع الحارس فاروق بن مصطفى أمام برهان الحكيمي وفرص أخرى كذلك أضاعها الفريق في هذا في الشوط الأول. شوط ثاني ننتظر يعني الكثير من الفريقين وننتظر مردود أفضل من زوز فرق كما قلت عندهم الإمكانيات باش يقدموا كرة قدم جميلة بالنسبة لهذه المباراة. هذه إعادة أمامكم، لا تنشوفوا الإعادة متاع الهدف، هدف عبد القادر الوسلاتي. قلت هذا اللاعب اللي عنده مواصفات متعدة. شوفوا الهدف والكرة تقريبا تعديت من تحت يدين الحارس مروان بريك. هدف مقابل صفر هي نتيجة اللقاء إلى حد الآن، وأمامكم خروج اللاعبين والإطار التحكيمي بقيادة الحكم هيثم جيرات، يساعده كل من خليل الحساني مساعد أول والياس إبراهيم مساعد ثاني. نذكركم بزوز تشكيلات الأساسية، نادي الإفريقي فاروق بن مصطفى في حراسة المرمى، ثم مختار بالخيثر وسام الحدادي سيف تقاء بلال العيفة نادر الغندري مهدي الوذر في احمد خليل عبد القادر الوسلاتي ابراهيم الشناحي وسيف الدين الجزيري. في المقابل محمد الكوكي اختار كل من مروان بريك في حراسه المرمى، عاطف المازني، اشرف الزويغي، سيسوكو كيموكو، احمد بن صالح، باسيرو بومبا، محمد جمعه خليج، هيثم المحمدي، فهمي المعواني، برهان الحكيمي وتيري ارنست. التشكيله الاساسيه للنجم الرياضي بالمتلوي. بعد قليل ستنطلق الفترة الثانية من هذه المباراة، ثم التغيير بالنسبة للنجم الرياضي بالمتلوي. تو نتعرفوا على اللاعب اللي باش يدخل في الشوط الثاني. إذا يخرج اللاعب هيثم المحمدي ويدخل زياد البكوش، هذا هو التغيير الأول في المباراة. وقلت يعني بعد لحظات ستنطلق الفترة الثانية من هذه المباراة، ننتظر الإشارة من الحكم هيثم جيرات. أمامكم المدرب محمد الكوكي والاستمرارية على مستوى الإطار الفني بالنسبة للنجم الرياضي بالمتلوي الموسم الثالث على التوالي، يعني موسم كامل الموسم الماضي، لكن قبل الماضي تقريبا درب ستة أشهر محمد الكوكي، ثم الموسم الماضي وهذا الموسم الثالث الاستمرارية بالنسبة لمحمد الكوكي. في المقابل
قيس اليعقوبي بالنسبة للنادي الافريقي. والانطلاقة الشوط الثاني من هذه المباراة، كرة لصالح النجم الرياضي بن متلوي، والكرة تخرج إلى التماس. عاطف المازني في التنفيذ، عاطف المازني في اتجاه برهان الحكيمي المعواني، والتماس يبقى لنجم الرياضي بن متلوي. سيسوكو كيموكو في تنفيذ التماس، تماس طويل لهذا اللاعب السنغالي، يلعب الكرة داخل مناطق الجزاء. ترجع من سيف الدين الجزيري، سيف الدين الجزيري يعمل المراوغة، يتعدى بالكرة مهاجم النادي الافريقي. سيف الدين الجزيري يحاول يخرج الشناحي لكن الدفاع متفطن، والكرة ترجع من سيسوكو في اتجاه عاطف المز او بوريل الحكيمي، لكن ترجع الكرة من جديد لصالح النجم الرياضي بن متلوي. التماس يمشي للكرة عاطف المزني، يلعب التماس محمد جمعة خليج، ما يخفش الكرة بريان الحكيمي، وترجع من نادر الغندري مباشرة لسيسوكو. عاطف المزني، المخالفة لصالح النادي الافريقي او النجم الرياضي بن متلوي عفوا، تتنفذ من عاطف المزني. سيسوكو كيموكو يبدل اتجاه الكرة، والتماس يمشي للتنفيذ اشرف الزواغي، ينفذ التماس والكرة عند زيد البكوش اللي دخل في الفترة الثانية مكان هيثم المحمدي. كرة ترجع لصالح النادي الافريقي، هذه الإعادة، كرة خرجت إلى التماس أسامة الحدادي. أو مختار بالخيثر عفوا هو اللي نفذ التماس، والكرة تعود الآن بمخالفة أشرف الزواغي ثم سيسوكو كيموكو، يرفع الكرة في اتجاه عاطف المازني، رأسية ياخذها أسامة الحدادي مباشرة إلى التماس. ثلاثة دقائق في الفترة الثانية، عاطف المازني يلعب التماس والمخالفة للنادي الافريقي. ثم اللاعب احمد خليل ملقى على ارضيه الميدان، احمد خليل اللي قاعد يقدم في مردود غزير بالنسبه لفريق النادي الافريقي، وتقدم على غازي العيادي. نعرفوا الخيارات كبيره في وسط الميدان بالنسبه لقيس اليعقوبي. نادر الغندري قلت يعني اساسي قياسا بمردود اللي قدمه في اللقاءات الاخيره، ومعاه مهدي الوذرفي واحمد خليل كما قلت، يعني يتقدم على غازي العيادي، و ثالث الاسماء في منطقه وسط الميدان، وتبقى المنافسه مفتوحه بين جميع اللاعبين وخاصه وسام يحيى اللي يعد لاعب مهم في خيارات قيس اليعقوبي. مازال احمد خليل ملقى على ارضيه الميدان، واللعب متوقف. نستغلوا الفرصة بشير، يعني تقريبا خمسة دقائق منذ انطلاق الفترة الثانية. خمسة دقائق صحيح، تو مازلنا ما محمد الكوكي يعوض وسط ميدان دفاعي بمهاجم رواق اللي هو زياد البكوش. زياد البكوش المتلوي تو نشوفوا فيها معناتها اللي هي قاعدة تطلع أكثر، خير من الشوط الأول. وتلعب على الكرات الطويله نحو المهاجم. تتنفذ المخالفه لصالح النادي الافريقي،
وسيف الدين الجزيري. ترجع الكره في وسط الميدان نادر الغندري. نادر الغندري مره اولى ومره ثانيه ياخذها احمد خليل. احمد خليل يلعب مع مهدي الوذرفي ثم عبد القادر الوسليتي. يبدل الكره لليسار ثم اسامه الحدادي وفي قطع الكره عطف المزني لكن تبقى للافريقي عبد القادر الوسليتي. عبد القادر الوسليتي يلعب مع مهدي الوذرفي لكن ترجع الكره احمد خليل مختار بالخيثر. احمد خليل احمد خليل والتسديده لكن ترجع الكره امام عبد القادر الوسليتي. سدد كره جانبيه بقليل. تسديده ممتازه لعبد القادر الوسليتي في 6 دقائق لعب في الفتره الثانيه وامكانيه الهدف الثاني كانت وارده بالنسبه للنادي الافريقي. شوفوا الاعاده وتسديده ممتازه من عبد القادر الوسليتي. واحده من خصال هذا اللاعب التسديد ودقه التسديد من بعيد. ترجع الكره من بلال العيفة مباشره الى التماس. فرصه لتضعيف النتيجه تضيع على فريق النادي الافريقي. يتنفذ التماس من عاطف المازني يلعب مع احمد بن صالح ثم اشرف الزويغي. كره تبقى لصالح النجم الرياضي بالمتلوي ولكن النادي الافريقي يقدم اكثر في مناطق المتلوي في هذا الشوط الثاني. نعرفوا للشوط الاول القى النجم المتلوي المساحات ونجم يلعب ويخلق فرصه تهديف لكن الشوط الثاني حاول يقرب اكثر تقرب اكثر الخطوط من بعضها بالنسبه للنادي الافريقي. والتماس لعاطف المازني. عاطف المازني ترجع له الكره يلعب مع سيسوكو ثم احمد خليل. والمخالفه تتنفذ بسرعه. محمد جمعه خليج محمد جمعه خليج برهان الحكيمي عاطف المازني والتدخل من يبقى اللاعب على كل ملقى على الميدان. والمخالفة ثم تدخل من سيف الدين الجزيري. المخالفة لصالح النجم الرياضي بالمتلوي. أشرف الزواغي ينفذ أغلب الكرات الثابتة لنجم المتلوي. الظهير الأيسر يستعد لتنفيذ المخالفة. الدقيقة الثامنة في الشوط الثاني تتنفذ المخالفة. يخرج الحارس فاروق بن مصطفى والكرة ستعود بتماس. عاطف المازني ينفذ. برهان الحكيمي برهان الحكيمي قبل ما تخرج الكرة مازال محافظ عليها معه أسامة الحدادي. يضرب الكرة في أسامة الحدادي يربح تماس. تماس يعني قريب من مناطق الافريقي. يمشي كالعاده سيسوكو كيموكو لتنفيذ التماس. ما زلنا ننتظر. الحكم ينبه على تيري ارنست. وامامكم سيسوكو باش ينفذ التماس طويل. ارنست يصعد او باسيرو بومبا. مازالت الكره تلعب. عبد القادر الوسليتي ثم ابراهيم الشناحي طويل على سيف الدين الجزيري. والتماس ثم لاعب بقى على ارضيه الميدان من النادي الافريقي. يتوقف اللعب مرة أخرى لإسعاف لاعب الإفريقي الثلاثي الأجنبي لفريق النجم الرياضي بالمتلوي. هذه الإعادة للكرة اللي أصيب فيها لاعب الإفريقي. قلت الثلاثي الأجنبي السنغالي سيسوكو كيموكو على مستوى محور الدفاع ثم لاعب الارتكاز باسيرو بومبا المالي والمهاجم
الإيفوري تيري إرنست. هذا هو الثلاثي الأجنبي بالنسبة لفريق النجم الرياضي بالمتلوي، بينما الأفريقي الجزائريين مختار بالخيثر الظهير الأيمن والمهاجم إبراهيم الشنيحي، ثم جاك بيسون هو الأجنبي الثالث على بنك الاحتياط. نعرفوا لي مختار بالخيثر وابراهيم الشنيحي كانوا ينتميوا لنفس الفريق شباب العلمة الجزائري، بينما المؤهل الجديد الجزائري منصور بن عثمان كان ينتمي لفريق وفاق ستيف، والاعتماد على الكفاءات او اللاعبين الجزائريين بالنسبه للنادي الافريقي يعني بدايه من الموسم الماضي وحتى في هذا الموسم مازال اللعب متوقف في انتظار اسعاف لعب الافريقي الملقى على ارضيه الميدان. ثم اصابه يبدو لي على مستوى الراس مهدي الوذرفي، ان شاء الله لاباس باش يخرج على حافة الميدان. والكرة نادر الغندري، إذا مش مهدي الوذرفي، نادر الغندري وهو اللاعب المصاب. نادر الغندري حكم باش يرجع الكرة للعب هيثم جيرات. أمامكم على الصورة حكم 26 سنة هيثم جيرات، أول مباراة لي في الرابطة المحترفة الأولى هذا الموسم بعد لقاء الديربي في الدور النهائي بين الإفريقي والترجي، أول مباراة لهيثم جيرات. والكرة ترجع مباشرة لمروان بريك حارس مرمى النجم الرياضي بالمتلوي، أشرف الزواغي ثم أحمد بن صالح. أحمد بن صالح يرفع الكرة، ثم سيف تقاء، ثم بصيرو بومبا، والكرة ما زالت تبقى الآن تعود للنجم الرياضي بالمتلوي. عاطف المزني الظهير الأيمن أمامكم، لاعب سريع تماس لنجم المتلوي، وهذه الإعادة للعملية الأخيرة. سيسوكو في تنفيذ التماس، يلعب الكرة طويلة والرأسية ويرجعها الحارس، كادي غلط مرماه اللاعب بلال العيفة. بعد تنفيذ التماس شوفوا الإعادة، كادت تغلط الحارس فاروق بن مصطفى بلال العيفة والكرة يرجعها إلى الركنية. فاروق بن مصطفى اللي تصدى وتألق في الشوط الأول أمام برهان الحكيمي وخلى فريقه في المباراة بهدف مقابل صفر. تتنفذ الركنية والكرة تخرج من الدفاع الأفريقي مباشرة إلى التماس من أحمد خليل. عاطف المزني يلعب الكرة، عاطف المزني أسامة الحدادي، ثم بصيرو بومبا يحاول ياخذ الكرة ويتدخل نادر الغندري كما جات في دفاع المتلوي. أحمد بن صالح لعاطف المزني والمخالفة ضد سيف الدين الجزيري. تتلعب المخالفة المعواني لبرهان الحكيمي، برهان الحكيمي بعيدة خارج الميدان، ضربة مرمى. أدركنا ربع ساعة بشير الآن، يعني تقريبا 60 دقيقة في المباراة ودائما الإفريقي متقدم، ولكن لا جديد يذكر في الشوط الثاني. صحيح الشوط الثاني توك بداه النجم المتلوي خير من الشوط الأول، قاعد يخلق في فرص وقاعد يهدد في مرمى فريق من مستوى نادي الافريقي. تراجع اداؤه في الشوط الثاني ورجع للدفاع ويحضر روحه لهجمات معاكسه كما قاعدين نشوفوا تو. سيف الدين الجزيري يلعب مع ابراهيم الشنيحي. احمد خليل، احمد خليل
احمد خليل، اسامه الحدادي يوزع والحرس امام ابراهيم الشناحي، ترجع الكره بسرعه، ثم سيف تقاع نادر الغندري، ثم عاطف المزني، عاطف المزني يلعب كره لبرهان الحكيمي، ولكن يدخل سيف تقاع ياخذها له تيريو ارنست، فهمي المعواني، مازال الهجوم متواصل، باسيرو بومبا يدخل داخل منطقه الجزاء، يلعب الكره والحارس، الحارس فاروق بن مصطفى يقطع العمليه ويتصدى، ما تتعداش الكره لبرهان الحكيمي، يشوفوا التمريره وفاروق بن مصطفى في المكان المناسب، يرجع الكره للعب حارس النادي الافريقي احمد خليل لعبد القادر الوسلاتي، يعمل المراوغه نادر الغندري، يلعب مع بالخيثر، عبد القادر الوسلاتي يرجع لمختار بالخيثر، يحاول يضغط النجم الرياضي بالمتلوي على فريق النادي الافريقي في مناطقه، والتماس زياد البكوش يخلي الكره لاشرف الزواغي، يتواصل الهجوم والنادر الغندري، عاطف المزني يرجع الكره لاشرف الزواغي، اشرف الزواغي، اشرف الزواغي، والمخالفه لصالح النجم الرياضي بالمتلوي، النادي الافريقي يدافع، يحاول يلعب الهجومات المعاكسه، ونعرفوا يعني سرعه لاعبي الوسط الهجومي للنادي الافريقي على غرار عبد القادر الوسلاتي، كذلك ابراهيم الشناحي، واحمد خليل، وفرصة كبيرة أتيحت للإفريقي لتضعيف النتيجة، تسديدة قوية من عبد القادر الوسلاتي مرة جانبية لمرمى الحارس مروان بريك، أبرز ما شاهدناه في الشوط الأول، المخالفة لصالح النجم الرياضي بالمتلوي، أشرف الزواغي يوزع والكرة تعود من الدفاع، ثم عبد القادر الوسلاتي بعيدة إلى التماس، يتنفذ التماس لتيري ارنست، والدفاع يخلي الكره تخرج الى ضربه مرمى، فاروق بن مصطفى باش ينفذ ضربه المرمى للافريقي، كرة طويلة تتعدى، ثم ابراهيم الشناحي، لكن قبل احمد بن صالح يقوم بعمل كبير هذا اللاعب في دفاع النجم الرياضي بالمتلوي، والإشارة من مساعد الحكم، كرة لصالح النادي الافريقي، وبلال العيفة على مستوى التنفيذ، تتلعب الكرة ترجع من دفاع النجم الرياضي بالمتلوي، وال تخرج الآن عن طريق زياد الشوش، ثم التماس، ثم نادر الغندري، تماس لنجم المتلوي احمد بن صالح، عاطف المزني، عاطف المزني، اسامه الحدادي في المتابعه، ترجع له الكره اسامه الحدادي، اسامه الحدادي، مهدي الوذرفي، مهدي الوذرفي يلعب مع عبد القادر الوسلاتي، ولا تقطع الكره من احمد بن صالح، ثم سيسوكو كيموكو طويله لبرهان الحكيمي، برهان الحكيمي
تخرج الكرة للتماس. هذا أمامنا المدرب محمد الكوكي موجود في المدارج باعتباره تحت طائلة العقوبة. محمد الكوكي مدرب النجم الرياضي بالمتلوي، كنت تشاهدوا فيه يعني بالهاتف يعطي في ربما التعليمات نتاعو. لعب ملقى على أرضية ميدان من النادي الإفريقي، واللعب يتوقف. إذا ننتظر إخراج لاعب الإفريقي، وهذا نادر الغندري بعد الإصابة اللي تعرض لها يكمل المباراة. كرة باش ترجع بتماس عن طريق اللاعب سيسوكو. يتفذ التماس، كرة طويلة والرأسية سهلة في دين الحارس فاروق بن مصطفى. أدركنا الآن منتصف الفترة الثانية، 22 دقيقة لعب يعني الدقيقة 67 في المباراة، والكرة في دفاع النجم الرياضي بالمتلوي. طويلة من سيسوكو كيموكو نادر الغندري، لكن تبقى الكرة للنجم المتلوي. ياخذها المدافع مختار بالخيثر مباشرة لأحمد بن صالح، ثم محمد جمعة خليجي بدل اتجاه الكرة لعاطف المازني. عاطف المازني يعمل مراوغة أولى وثانية، يلعب مع محمد جمعة خليج. محمد جمعة خليج لزياد البكوش، ويدخل إبراهيم الشنيحي، يخرج الكرة إلى التماس. أمامكم إبراهيم الشنيحي، ثم التغيير ثاني بالنسبة للنجم الرياضي بالمتلوي. عاطف المازني، عاطف المازني والبرهان الحكيمي، والمخالفة لمسة يد يقول الحكم ضد برهان الحكيمي. هاي شوفوا الإعادة والحكم يقول لمسة يد، ترجع إذا الكرة بمخالفة. برهان الحكيمي ما كانش موافق برشا حكم المباراة هيثم قيرات على هذه المخالفة، يعتبر نفسه انه ملمس الكرة. هذا تيري ارنست يخرج، يدخل فؤاد الخرايفي مكانه، والتغيير كذلك في الافريقي. جاك بيسون ترجع الكرة من بلال العيفة، مكان عبد القادر الوسلاتي. إذا جاك بيسون، هذا التغيير في الإفريقي الأول، بينما التغيير الثاني بالنسبة لمحمد الكوكي والتوزيعة ما تعداش مختار بالخيثر المدافع الأيمن. أمامكم يرجع الكرة بتاع أشرف الزواغي إلى التماس، تماس يتنفذ بسرعة. محمد جمعة خليج يلعب مع أشرف الزواغي، يرجع لجمعة خليج يعمل المراوغة، ولا حكم المباراة يقول مخالفة. ثم مطالبة بضرب الجزاء من لاعب نجم المتلوي. يشوفوا الإعادة، كرة من أشرف الزواغي محمد جمعة خليج والمخالفة خارج مناطق الجزاء. هذا هو التقدير الحكم هيثم قيرات، مخالفة قريبة ياسر من ملمى الحارس فاروق بن مصطفى. هل يستغل هذه الوضعية فريق النجم الرياضي بالمتلوي؟ ننتظر إذا تنفيذ المخالفة. مهاجم مكان متوسط ميدان بالنسبة للنادي الإفريقي تنحكيو عليه، التغيير بعد المخالفة مع بشير بن حمد.
كذلك يعني مهاجم يخرج من النجم الذي بالمتلوي تيري ارنست يدخل مكانه فؤاد خريفي تقريبا موقع بموقع، ولا قلت نتبع المخالفه قبل تنفيذ المخالفه والكره ضربه مرمى حسب اشاره الحكم، ولو انه اشاره المساعد كانت تقول انه ثم ركنيه، لكن حكم المباراه يقول ضربه مرمى بعد تنفيذ المخالفه. هذه الاعاده الموجوده عندنا. على كل فاروق بن مصطفى في تنفيذ ضربه المرمى لصالح النادي الافريقي، اكيد لابد باش نحكيو على التغييرات. بشير جاك بيسون مكان عبد القادر الوسلاتي في النادي الافريقي. جاك بيسون معروف معناتها ذو معناتها قامه كبيره طويله وباش يخدموا عليه اكثر الكرات الطوال. النادي الافريقي ما لقيتش معناتها الشوط الاول خدم على التمريرات القصيره، ما توا معناتها تحس النجم المتلوي هو اللي شاد وسط الميدان وقاعد يخدم كما يجب. النادي الافريقي بجاك بيسون باش يعود يخدم توا بالكرات الطوال. بالنسبه لتغيير فؤاد الخريفي مكان تيري ارنست ونجم المتلوي معناتها لا شيء، مهاجم بمهاجم. مهاجم بمهاجم، اذا بلال الخريفي مكان تيري ارنست في محاولة لتنشيط أكثر الخط الهجومي بالنسبة للنجم الذي بالمتلوي، الاعتماد على الكرات ربما الطويلة بالنسبة للإفريقي على جاك بيسون والمخالفة لصالح النادي الإفريقي. مخالفة يمشي للكرة ثم نادر الغندري. ننتظر اذا التنفيذ امامكم الحارس مروان بريك. دائما الافريقي متقدم نتيجه الزوز دقائق الاولى يعني الشوط الاول. عبد القادر الوسلاتي اللي خرج في الشوط الثاني هو صاحب الهدف، ونادر الغندري في تنفيذ المخالفه. نادر الغندري كما جدار دفاعي بالنسبة للنجم الذي بالمتلوي، وننتظر إشارة الحكم لتنفيذ المخالفة. ثم كذلك بلال العيفة هو اللي ينفذ المخالفة، ممتازة جدا، والكرة جانبية ضربة مرمى ممتازة، مخالفة ممتازة جدا قوية من بلال العيفة. ترجع الكرة إذا من الحارس مروان بريك. شوفوا تنفيذ وقوة، قوة يعني التنفيذ المخالفة من مدافع الأفريقي أحمد خليل. يلعب الكرة لكن يخذها باسيرو بومبا. برهان الحكيمي يربح المخالفة لصالح النجم الرياضي بالمتلوي. ستة مباريات دارت بين الفريقين في تاريخ البطولة منذ موسم الصعود 2013-2014، ثلاث انتصارات للإفريقي، زوز انتصارات للنجم المتلوي، ولقاء واحد انتهى بالتعادل. هذه هي الحصيلة والكرة الثابتة لصالح النجم الرياضي بالمتلوي. ثم أشرف الزواغي وفؤاد الخرايفي. أشرف الزواغي يرفع الكرة و إلى الركنية على يمين الحارس فاروق بن مصطفى. خلال ثلاثة تنقلات للمتلوي النادي الإفريقي فاز في مباراة، تعادل في مباراة وانهزم في واحدة. ثم التغيير ثالث، يخرج اللاعب فهمي المعواني ويدخل مكانه محمد علي بن حموده. اذا هذا التغيير الثالث والاخير بالنسبه لمحمد الكوكي، واضح يعني لعب الهجوم والركنيه تتنفذ. ترجع الكره من الدفاع، تبقى للنجم الرياضي بالمتلوي. محمد جمعه خليج يرجع لحارس مرميه، الضغط من ابراهيم الشناحي، كره عاليه
في اتجاه فؤاد الخريفي تخرج الى التماس. قالت النية واضحة بالنسبة لمحمد الكوكي، لعب الهجوم فيما تبقى من هذه المباراة، لانه يعني الفريق متقدم في النتيجة والوقت يمر بالنسبة للنجم الرياضي بالمتلوي. بينما النادي الافريقي كيف كيف قيس اليعقوبي اقحم مهاجم صريح اللي هو جاك بيسون، قلنا هذا المهاجم اللي ما استثمرش بطبيعة الفرص اللي اتاح له الاطار الفني حتى يفتك مكان قار كمهاجم يعني في تشكيلة قيس اليعقوبي. نادر الغندري، ترجع الكرة لبلال العيفة، سيف تقاء، سيف تقاء، ما تمرش الكرة، تخرج إلى التماس، يمشي أسامة الحدادي لتنفيذ التماس، إبراهيم الشناحي في اتجاه سيف الجزيري والمخالفة ضد سيف الدين الجزيري. عاطف المزني، ترجع الكرة بسرعة لنجم المتلوي محمد علي بن حمود. إذن يدخل التشكيلة المنتدب لزوز مواسم من المستقبل الرياضي بالمرسى. التماس يمشي زياد الشوش، فؤاد الخرايفي، والحارس يخرج فاروق بن مصطفى. ترجع الكرة إذن من حارس الإفريقي مباشرة لجاك بيسون، تتعدى كرة رأسية المهدي الوذرفي، مهدي الوذرفي، مهدي الوذرفي يعمل يحاول يعمل المراوغة، لكن ثم باسيرو بومبا، باسيرو بومبا الهجوم المعاكس للنجم الرياضي بالمتلوي زياد الشوش، لكن يدخل مختار بالخيفة والتماس يتنفذ بسرعة بين المزي والخرايفي. فؤاد الخرايفي التوزيع، ثم محمد علي بن حمودة ويخرج الحارس فاروق بن مصطفى. أمامكم ياخذ الكرة حارس الإفريقي، يلعب الكرة مباشرة على جاك بيسون، مهدي الوذرفي، ثم مختار بالخيفر، لكن الكرة تخرج إلى تماس لصالح النادي الإفريقي. يتنفذ التماس ولكن يأتي بتماس ثاني. نذكروا أنه عبد القادر الوسلتي اليوم سجل الهدف الثاني بتاعه في البطولة هذا الموسم. نعرفه للهدفين بتاع الإفريقي في البطولة، هما إبراهيم الشناحي وصابر خليفة بثلاثة أهداف إلى حد الآن. بعدهم يجي عبد القادر الوسلتي اللي ترك مكانه لجاك بيسون في الشوط الثاني بزوز أهداف، منهم هدف اليوم. ثم كذلك جاك بيسون ومهدي الوذرفي سجلوا للإفريقي منذ انطلاق البطولة. أحمد خليل، والكرة ترجع من زياد الشوش، أسامة الحدادي، الكرة من سيف الدين الجزيري، ياخذها عاطف المازني. أكيد اللاعبين يلقاو صعوبات في ميدان مثل هذا هنا في ملعب المتلوي، وكنا حكينا منذ بداية التعليق على الإصابات اللي تلقاها بعض اللاعبين على غرار خالد الغرسلاوي وأيمن العياري جراء الحالة متاع الميدان هنا في ملعب المتلوي. وإن شاء الله في الأشهر القادمة القليلة باش يكون هناك ميدان جديد بمواصفات عالمية بالنسبة للميدان الاصطناعي لهذا الملعب. والتغيير في تشكيلة الإفريقي باش يدخل وسام بن يحيى مكان سيف الدين الجزيري، التغيير الثاني لقيس اليعقوبي. قلت يعني يبقى دائما اللاعب وسام بن يحيى لعب مهم في خيارات المدرب قيس اليعقوبي،
اذا يخرج لعب هجومي ويدخل مكانه لعب وسط ميدان بشير. يعني صار التغيير الثالث والاخير بالنسبه للنجم المتلوي، دخول مهاجم محمد علي بن حموده مكان فهمي المعواني يلعب وسط، وقلنا النيه يعني واضحه بالنسبه لحمد الكوكي للهجوم. توا قيس يعقوب يقحم وسام يحيى في وسط الميدان. وسام يحيى معروف معناتها ذو خبره عاليه، لاعب متميز في النادي الافريقي، يعرف كيفاش معناتها يتحكم في الكوره ويعاون اصحابه بالكلمه الباهيه. توا معناتها النادي الافريقي تحس بها اللي هي رجعه التالي صحيح، مي على الاقل باش تحافظ على النتيجه. نجم المتلوي بالتغييرات اللي عملها لتو ما لقاش التوازن نتاعو، بالرغم وجود ثلاثه لاعبين معناتها توا مهاجمين. النادي الافريقي اجماليا النادي الافريقي معناتها هو المسيطر على المباراه الى حد الان. اذا هذا هو الاضافه الفنيه للاعب الدولي السابق لقوافل القفصه والنادي الصفاقسي بشير بن احمد، موجود معنا في التعليق على هذه المباراه. والحقيقه يعني نجم المتلوي في الشوط الثاني هجوميا يعني ما كانش كما الشوط الاول اللي خلق فيه تقريبا اربع خمسه فرص نتاع تهديف. في الشوط الثاني ما شاهدناش يعني شاهدنا نجم المتلوي يلعب كره، ولكن ما يوجعش بلغه الكره على المستوى الهجومي، في حين انه زوز فرص تعدات على النادي الافريقي، تسديده من عبد القادر الوسلاتي كانت جانبيه بقليل، كانت تنجم تطلع في النتيجه، ثم مخالفه بلال العيفه وتسديده قويه كذلك مرت جانبيه تقريبا. باستثناء ذلك ما شاهدناش فرص واضحه في الشوط الثاني. رغم معناتها النجم المتلوي تواكا قاعد يقضي في مباراه طيبه رغم الغيابات معناتها اللي كنا نحكوا عليها. تواكا اللي هو ايم العياري قيمه ثابته في نجم المتلوي وخالد غرسلاوي، الا وقاعد معناتها قاعد يهدد في مرمى النادي الافريقي ماهوش لك الكل. النادي الافريقي واقف كما يجب معناتها في وسط الميدان، قاعد تو كيما حكينا يلعب على الكرات الطويله على جاك بيسون. نرجع للحاله ارضيه الميدان معناتها اللي هي صعيبه، ما تخليش الملاعبيه تقدم احسن ما عندها. وانا بصراحه نستغرب انه فريق النجم المتلوي عنده معناتها تو عندهم ملعب على ارضيه كيما هكا اقل منها نقولوا رديئه. ترجع الكره اذا لصالح النادي الافريقي، لكن تاتي بمخالفه العمليه الاخيره للنجم الرياضي بالمتلوي عاطف المزني في تنفيذ المخالفه، يلعب مع سيسوكو طويله خارج الميدان. ادركنا الان الدقيقه 38 في الشوط الثاني، يعني سبع دقائق لنهايه المباراه، دقيقه 83 يعني في المباراه، والفريق دائما متقدم بهدف منذ الشوط الاول ومنذ الدقيقه الثانيه. الفريق يتمكن من المحافظه حتى الان على هدف التفوق رغم الفرص خاصه في الشوط الاول اللي اتيحت للنجم الرياضي بالمتلوي، لكن في الشوط الثاني الفريق كان بامكانه تضعيف النتيجه خاصه بالاعتماد على التسديد. ولكن كما كنت اقول منذ قليل زوج كرات مرت جانبيه من الوسلاتي والعيفه، اسامه الحتادي وسام بن يحيى لابراهيم الشناحي، ولات امكانيه التهديف، والحارس مروان بريك امام جاك بيسون. مروان بريك يخرج الكره الى ركنيه، عمليه ممتازه للنادي الافريقي. ابراهيم الشناحي يخرج الكره لجاك بيسون يسدد، والحارس يخرج كره في الركنيه ترجع من الدفاع نادر الغندري لاحمد خليل. احمد خليل الى جنبه وسام بن يحيى، لكن يواصل بالكره احمد خليل، يعمل المراوغه، التوزيع والتهديف والهدف الثاني. الهدف الثاني لصالح النادي الافريقي عن طريق ابراهيم الشناحي هدف الفريق اللي اصبح عنده اربع اهداف الان، هدفين مقابل صفر لصالح النادي الافريقي في توقيت 39 دقيقه و30 ثانيه، يعني دقيقه 40 والدقيقه 85 في المباراه. هدف ثاني وممتاز، عمل كبير من اللاعب احمد خليل، يوزع والكره يستغلها كما يلزم ابراهيم الشناحي
لتضعيف النتيجة مع نهاية المباراة. وأمامكم فرحة اللاعب الجزائري لاعب شباب العلم إبراهيم الشناحي اللي قلت يعني قدم إضافة كبيرة لفريق النادي الإفريقي على مستوى خط الهجوم وحتى على مستوى التمرير الحاسمة، لأنه إذا ما يسجلش يعطي الباس لاعب الشناحي، واليوم تمكن من التسجيل وتقريبا يعني الهدف جاء في وقت قاتل بالنسبة لفريق النجم الرياضي بالمتلوي، هدفين مقابل صفر. الدقيقة 85، الكرة لصالح النجم الرياضي بالمتلوي عن طريق فؤاد الخرايفي. فؤاد الخرايفي يلعب الكرة لسيسكو. النادي الافريقي تمكن من المحافظة على النتيجة أكثر من 80 دقيقة، ثم أضاف الهدف الثاني. كنا نقول منذ قليل أنه النجم الرياضي بالمتلوي ما وجعش القدام بكل صراحة في الشوط الثاني، ما كانش كيما الشوط الأول اللي لعب فيه الهجوم وخلق برشا فرص. في الشوط الثاني النادي الافريقي كان واقف كما يلزم في الميدان، وبطبيعة قوة الفريق في وسط الميدان. قلت كذلك منذ قليل أن الخيارات متعددة للمدرب قيس اليعقوبي، مدرب يعني عطاه وجه آخر الحقيقة هذا الموسم لفريق النادي الافريقي. قيس اليعقوبي من الكفاءات التونسية الشابة، وبطبيعة أعطاه فرصة تقريبا لكل اللاعبين حتى يتمكن من تحديد التشكيلة المثالية لفريق النادي الافريقي. خط وسط الميدان على الأقل أصبح واضح في ذهن المدرب، ويبقى بطبيعة الخط الأمامي في انتظار كما قلت الميركاتو الشتوي وتدعيم الفريق ببعض اللاعبين. ثم التغيير ثالث، لكن بعد ما تقف الكرة إبراهيم الشنيحي سجل الهدف رقم 4 اليوم، وأصبح الهدف الإفريقي والبطولة بأربع أهداف. في انتظار بطبيعة بقية اللقاءات، والمرتبة الثانية في الإفريقي لصابر خليفة بثلاث أهداف، وعبد القادر الوسلاتي بهدفين، بينما هدف النجم الرياضي بالمتلوي فؤاد الخرايفي سجل زوز أهداف. علي العابدي باش ياخذ مكانه في التشكيلة، تشكيلة الأفريقي مكان مهدي الوذرفي. هذا هو التغيير، يخرج إذا مهدي الوذرفي ويدخل علي العابدي. الكرة ترجع من حارس الأفريقي فاروق بن مصفى، كرة طويلة من فاروق بن مصفى ترجع عند جمعة خليج. محمد علي بن حمودة ما ياخذش الكرة، ياخذها نادر الغندري. ثم تعود من جديد نادر الغندري، وسام بن يحيى، وسام بن يحيى لعلي العابدي. العابدي يفتكلوا الكرة عاطف المزي، والمخالفة لصالح النجم الرياضي بالمتلوي. نذكروا انه في الموسم الماضي فريق نجم المتلوي فاز ذهابا وايابا على الافريقي، هدف مقابل صفر وهدفين مقابل صفر. الموسم قبل الماضي 2014-2015 كرة في دفاع الافريقي ترجع من سيف دقاء. الافريقي فاز في الموسم قبل الماضي ذهابا وايابا هدف مقابل صفر و3-0، وموسم 2013-2014 فوز الافريقي في الذهاب 1-0 والتعادل في الاياب في المتلوي 1-1. هذه هي كل اللقاءات اللي تلعبت بين الفريقين منذ صعود نجم المتلوي في 2013-2014 الى الرابطه المحترفه الاولى. الكره لصالح نجم المتلوي، دخلت الكره لوسط الميدان، ثم عاطف المزني. الكل يلعب في الخط الامامي الان بالنسبه لنجم المتلوي، لكن النزاعه غايبه خاصه في الشوط الاول.
أضاع النجم المتلوي كرات التهديف في الفترة الأولى، بينما الأفريقي تميز اليوم بالواقعية، هدف في بداية المباراة وهدف في الأطمئنان في نهاية التوقيت. 4 دقائق كوقت مبدد، نبدأ نحسبه من الآن باعتبار أدركنا دقيقة 90. قلت الأفريقي أكثر واقعية وأكثر تنظيم في هذه المباراة، تمكن من تسجيل 2 أهداف، والكرة ترجع بضربة مرمى أو بمخالفة لصالح الأفريقي. فاروق بن مصطفى يرفع الكرة على جاك بيسون، علي العابدي يلعب مع إبراهيم الشناحي. إبراهيم الشناحي، أحمد خليل، أحمد خليل، ثم ترجع الكرة للنجم الرياضي بالمتلوي محمد علي بن حمودة. باسيرو، والمخالفة تتنفذ بسرعة، يلعب الكرة باسيرو لزيد الشوش، يبدل اتجاه فؤاد الخرايفي. فؤاد الخرايفي يوزع، وترجع الكرة من أسامة الحدادي، من اللاعبين اللي باش تتناقش يعني عملية تجديد عقودهم في الفترة القادمة، الشروع في فتح موضوع تجديد العقود في النادي الأفريقي. بعض اللاعبين اللي باش تنتهي عقودهم مع نهاية الموسم، على غرار كما قلت أسامة الحدادي، فاروق بن مصطفى، وحمزة العقربي اللي يمثلوا يعني عناصر مهمة في المجموعة بالنسبة للنادي الأفريقي. كرة ترجع بمخالفة للنجم الرياضي بالمتلوي، فؤاد الخريفي أمام الكرة، فؤاد الخريفي يوزع، والدفاع يتدخل، ثم وسام بن يحيى، عطى أكثر توازن هذا اللاعب لخط وسط الميدان منذ دخوله اللاعب وسام بن يحيى. والكرة ترجع مرة أخرى لصالح النجم الرياضي بالمتلوي. كنت نحكي على قيس اليعقوبي والوجه الجديد للأفريقي، نذكروا أنه هذا يعني للمرة الثالثة يمر بالنادي الأفريقي قيس اليعقوبي، يعني باستثناء أنه كان لعب كمدرب سنة 2005 مساعد لسمير السليمي اللي توا ذري العملية معكوسة، يعني في الموسم الحالي قيس اليعقوبي هو المدرب وسمير السليمي مدير رياضي، لكن في 2005 كان مساعد لسمير السليمي. ثم التجربة الثانية كانت في 2011 كمدرب أول قيس اليعقوبي أمامكم على الصورة. هذا الموسم المرة الثالثة ففي على مستوى يعني الإطار الفني نلقاو قيس اليعقوبي كمدرب أول لفريق النادي الأفريقي. هذه مخالفة قريبة وخطيرة للنجم الرياضي بالمتلوي قبل بعض الثواني لنهاية المباراة. ثم محمد علي بن حمودة وأشرف الزواغي أمام هذه الكرة اللي قد تكون الأخيرة في هذه المباراة، والأفريقي يعني يمشي شيئا فشيئا نحو الانتصار 4 على التوالي. الركنية بعد المخالفة، أشرف الزواغي في تنفيذ الركنية يرفع الكرة، ثم بلال العيفة تتعدى خطيرة، التسديد والحارس، لكن يظهر لي قبل ذلك ثم مخالفة لصالح النادي الأفريقي. انتهى التوقيت والأفريقي متقدم بهدفين مقابل صفر. هذه آخر يعني عملية كنتوا تشاهدوا فيها، والكرة ترجع من الحارس فاروق بن مصطفى اللي ربما الكرة اللي تصدى لها في الشوط الأول خليت فريقه يحقق هذه النتيجة. ونهاية المباراة مشاهدينا الكرام على الوطنية الأولى، هيثم جيرات يعلن عن نهاية اللقاء بانتصار النادي الأفريقي على النجم الرياضي بالمتلوي
الانتصار الرابع على التوالي لفريق ببشتيت والهزيمة الأولى للنجم الرياضي بالمتلوي هذا الموسم. إذا هدفين مقابل صفر وروح رياضية عالية تنتهي عليها المباراة والجماهير تحت التصفيق يدخلوا الملعبية، ونتمنى أن نشاهد هذه الصورة في كل ملاعبنا. عبد القادر الوسطي افتتح النتيجة دقيقة ثانية، والشناحي ضعفها في دقيقة 85، والنجم المتلوي ما تمكنش من التعديل خاصة في الشوط الأول عندما أتيحت الفرص. بشير في كلمتين يعني كي شفت المباراة. صراحة النجم المتلوي تأثر بالغيابات وما لقاش لي ريبير نتاعو في الميدان رغم كل التغييرات اللي أجراها محمد الكوكي. النادي الإفريقي سيطر على المقابلة وربح الثنائيات الهوائية والأرضية كما قام المدرب قيس يعقوبي معناتها بالتغييرات اللي أعطت أكلها في المباراة في الشوط الثاني وأثرمت هدف ثاني. إجمالا معناتها مباراة كانت دون المتوسط رغم الميدان اللي كان عائق كبير ياسر على الملاعبيه. شكرا لك. اذا البشير بن حمد اللاعب الدولي السابق لقوافل قفصه والنادي الصفيقسي كان معنا في التحليل الفني. هكذا مشاهدينا الكرام تنتهي هذه المباراه كما قلت بالانتصار الرابع للافريقي على التوالي والهزيمه الاولى لنجم الرياضي بالمتلوي. اجمل تحيات كل الزملاء اللي امنوا لكم هذا النقل المباشر من وحده الانتاج التلفزي بصفاقس على المستوى الفني والمستوى التصوير. كذلك تحيات زميلنا طارق بن حجل في الاخراج والزملاء من تونس العاصمه، محدثكم حافظ بن عامر، وكان معكم كذلك على حافه الميدان زميلي مهدي قاسم. الى اللقاء في مواعيد رياضيه قادمه.